السؤال التاسع، في احتمال ان الفتى يرد في الناحيه الثانيه، هو مش مدفع بازوكا عشان يرد الناحيه الثانيه، مش اسلحه فاسده، مفيش حاجه اسمها الفتى رجع بس على الناحيه الثانيه، الكلام ده غير موجود. لكن في حاجه اسمها ان الطفل ده كان عنده فتى على الناحيتين، واحنا ما عرفناش غير ان في ناحيه واحده اللي هي دي اللي كانت بتورم، لكن الناحيه الثانيه ما كانتش بتورم، بس كان الكيس بتاعها الخلقي موجود. طب كنا نكتشفها ازاي يا دكتور؟ في طريقه لاكتشافها سهله جدا ولكنها غير مضمونه 100%. الطريقه دي هي عمل موجات صوتيه على المنطقه الاخرى من اجل استبعاد وجود فتى فيها. بتقيس عرض القناه القرابيه، لو طلع اكتر من 3.5 او 4 مللي يبقى غالبا في فتء، لو شافوا كيس الفتء نفسه يبقى غالبا في فتء او 100% في فتء. ما شفناش كيس والمكان ما بيورمش، وعرض القناه القرابيه 3 مللي او اقل، يبقى بنسبه 95% الى 99% مفيش فتء. ليه سايب نسبه يا دكتور؟ لان السونار بيختلف على قدره اللي بيعمله، يعني ممكن السونار يعتمد على شطاره اللي بيعمله زي ما العمليه بتعتمد على شطاره الجراح اللي بيعمله. تاسف يعني ان دكاترة الأشعة ممكن يقولوا إن مفيش فتء ويكون في فتء، وده مش غلط، ده مكتوب في الكتب ونسبة موجودة، تزيد أو تقل على حسب خبرة الدكتور اللي بيعمل سونار. لذلك بنحب نبعت جدا للدكتور الأشعة اللي متمرس في السونار يوميا.